الرحمن الرحيم. النهاردة هناخد مع بعض الدولة الحديثة عصر النجد الحربي اللي هتمتد من الأسرات 18 لغاية الأسرة 20. النهاردة هنشوف أول حاجة ليه يطلق على عصر الدولة الحديثة عصر المجد الحربي. من الاسم برضو ليه هيسمى عصر الدولة الحديثة عصر المجد الحربي. بيقول لي اهتم هذه الدولة باتساع ملكهم وزيادة مساحة امبراطوريتهم، فخاضوا العديد من المعارك العسكرية اللي حققوا فيها انتصارات رائعة على أعدائهم. من الاسم مجد حربي يبقى في حرب، يبقى الملوك بتوعها عملوا حروب كتيرة جدا عشان يكونوا امبراطورية، وقدروا ان هم ينتصروا وقدروا ان هم يكونوا الامبراطورية. بلاقي ان استطاعوا ان يكونوا اول امبراطورية في التاريخ تمتد في مصر في اسيا وافريقيا، خرجت بره حدود مصر فكانت الامبراطورية في اسيا وافريقيا. طب راحت فين؟ قال الامبراطورية كانت في بلاد فينيقيا، بلاد بون، بلاد الرافدي. اشهر ملوك الدولة الحديثة الملكة حتشبسوت، الملك تحتمس الثالث، الملك امنحتب الرابع اللي هو مشهور باخناتون، الملك توت عنخ امون، الملك رمسيس الثاني، الملك رمسيس الثالث. هناخد دلوقتي اول حاجة الملكة حتشبسوت. بيقول لي العصر بتاعها تميز بانه السلام وامن واستقرار، تكوين علاقات تجارية مع الدول المجاورة زي دولة مين؟ زي دولة بوند. أرسلت رحلتها بعثاتها التجارية لبلاد بوند عشان تجيب البخور، العاج، الأحجار الكريمة، الأخشاب، جلد الأسود. شيدت أو أقامت مسلتين في معبد الكرنك. هنلاقي نقط ان احنا لازم نلاقي ان الملكة حتشبسوت هي امرأة، لكن تلقبت بألقاب الرجال، لبست لبس الرجال، حتى ان الناس ما بقوش عارفين يعني هو ده لبس الملكة المفروض تلبس كده ولا هي فعلا بتقلد الرجالة. فكانت ان هو ما كانش فيه اي تغيير بوجود امرأة على العرش، لا هي اتبعت كأنها رجل مسك العرش. وطبعا نجحت، قعدت 20 سنة تحكم البلاد، وقلنا كان عهدها السلام والأمن والاستقرار. هنلاقي بعد كده الملك تحتمس الثالث أقام أقدم إمبراطورية في التاريخ، وهو أعظم ملوك مصر، جه بيعتز بيه كل مصري على مر ومدى التاريخ كلها. ايه اهم اعمال؟ لو جيت في مجال الحرب فبقول ان هو اقام اقدم امبراطورية في التاريخ، عمل 16 حملة عسكرية لفلسطين وسوريا، ثبت حكم مصر في بلاد النومة، قسم الجيش لقلب وجناحين، واخترع حرب اسمها حرب المفاجأة. بلاقي كمان ان هو انشأ اسطول قوي قدر ان هو يسيطر بيه على جزر البحر المتوسط وساحل فينيقيا. طب ايه الدليل على انه قائد حربي عظيم؟ قال لي انتصر على امير قادش في معركة مجدو. في مجال الادارة هو راجل عظيم في الحرب. طب يا ترى من الناحية السياسية هل هو عظيم؟ فبيقول لي اه طبعا، لانه احضر ابناء الاقاليم الاسيوية، ابناء الامراء هناك يعني، عشان يتعلموا في مصر عشان يشبوا ويكبروا ويكون عندهم الولاء والطاعة لمصر. وكانت علاقته بملوك وحكام البلاد المجاورة كانت علاقة جميلة جدا وقوية جدا. طيب اما اجي ابص يعني ايه امبراطورية، انا قلت ان تحتمس الثالث كون اقدم امبراطورية واول امبراطورية في مصر. يعني ايه امبراطورية؟ امبراطورية دولة كبيرة مترامية الاطراف تسيطر على اراضي وشعوب متعددة بفضل قوتها العسكرية وقوتها الاقتصادية. يبقى هي دولة كبيرة مترامية الاطراف. ايه نتائج انه احضر ابناء الاقاليم؟ تحتمس جاب
تابع عيال الأقاليم أبناء الملوك. النتيجة قال لي تماسك الإمبراطورية المصرية فترة طويلة، لأن الحاكم اللي موجود هناك بيحب مصر، نشر الثقافة المصرية في بلادهم. يبقى أولا تماسك الإمبراطورية، محبوش إن هم ينفصلوا عن مصر اللي هو أبناء الأمراء الآسيويين، وفي نفس الوقت خدوا الثقافة بتاعتنا بدأوا ينشروها في البلاد بتاعتهم. طب هنلاقي هنا الملك أمنحتب الرابع اللي هو إخناتون مسك الحكم بعد أبيه أمنحتب الثالث، كان عنده 16 سنة ومتجوز من الملكة نفرتيتي. أقام ثورة دينية، أول من قام بثورة دينية، لأنه نادى بعبادة إله واحد هو الإله آتون اللي هو إله بيرمز ليه بالشمس. غير اسمه من أمنحتب الرابع إلى إخناتون، عمل عاصمة جديدة اسمها أخيتاتون، ولكن طبعا كهنة الإله آمون صاروا عليه وقدروا إن هم يتخلصوا منه، وبكده أنهوا على الثورة الدينية اللي تقام. هيجي بعدي الملك توت عنخ آمون اللي أعاد إلى عبادة الإله آمون مكانتها، وأعاد العاصمة مرة أخرى إلى طيبة. ليه الملك توت عنخ آمون مشهور قوي؟ يعني أي حد عارف، طفل صغير حتى عارف توت عنخ آمون. اشمعنى؟ ليه هو أشهر ملوك الدولة الحديثة رغم ضعفه وموته صغير؟ واعتقد ان اعماله حتى احنا ما اتكلمناش كتير عن اعماله، ايه اللي خلاه اشهر الملوك؟ بيقولي لان اكتشفت مقبرته عام 1922 كاملة، وبتدل فيها المحتويات اللي جواها كانت بتدل على عظمة الفن المصري القديم. اعمال الخارجية الملك رمسيس الثاني أشهر ملوك الأسرة الـ19، إيه هي أعماله الخارجية؟ أعاد نفوذ البلاد مرة أخرى لبلاد شام، قدرنا إن إحنا نرجع الإمبراطورية مرة تانية، لأن بعد ما إخناتون عمل ثورة الشام خرجت من عندنا، اللي هي بلاد إيه، فينيقيا والعراق الكلام دوت كله، قدروا إن هم يتخلصوا من الحكم المصري، لكن الملك رمسيس الثاني قدر إن هو يرجع مرة تانية نفوذ مصر في بلاد الشام. عمل معركة قادش، دي مهمة قوي ان اركز ان رمسيس الثاني عمل معركة قادش، اما تحتمس الثالث فعمل معركة مجدو. خد معارك كتيرة جدا ضد الحيثيين، قعدت 15 سنة، اشهرها معركة قادش اللي انتهت بعقد اتفاقية معاهدة نصت على وقف الحرب ما بين الطرفين الحيثيين والمصريين، إعادة إقامة علاقات ودية، مساعدة كل طرف للآخر في حالة تعرضه للهجوم من دولة أخرى. يعني إيه معاهدة؟ بيقولي هو اتفاق بين دولتين أو أكتر لتنظيم العلاقة. أعماله داخلية، عمل إيه جوه مصر؟ شيد 6 معابد، أشهرها معبد أبو سمبل اللي حمتها، معبد أبو سمبل حمتها هيئة اليونسكو من مياه السد العالي. أتم بهو الأعمدة بمعبد الكرنك، أقام العديد من المسلات، واحدة موجودة في الأقصر والحملة الفرنسية خدت واحدة معاها وهي ماشية فموجودة في باريس، يبقى واحدة موجودة في الأقصر لسه معبد الأقصر، واحدة تانية موجودة في عاصمة فرنسا. إيه هي هيئة اليونسكو اللي احنا لسه بنقول إنها أنقذت معبد أبو سمبل؟ إيه هي منظمة اليونسكو دي؟ هيئة من الهيئات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، مسؤولة عن التربية والعلوم والثقافة. بيجي لي ما المقصود بهيئة اليونسكو؟ أقول إنها هيئة تابعة لمنظمة الأمم المتحدة وهي مسؤولة عن التربية والعلوم والثقافة. رمسيس الثالث هو المؤسس الحقيقي للأسرة الـ20. ليه بسميه آخر الفراعنة العظام؟ لأنه أنقذ مصر من خطر كبير جدا، بيقول يمكن بيساوي أو أشد من خطر الهكسوس. نجح في هزيمة شعوب البحر المتوسط اللي هجمت مصر برا عند رفح ومصب النيل الغربي، مشى شعوب البحر المتوسط، كمان تصدى للليبيين اللي هجموا حدود مصر الغربية وانتصر عليهم عند وادي النطرون. عصر الإضمحلال الثالث أو بسميه العصر المتأخر، آخر عصر هنمر بيه
يكون عندنا. بيقول لي هو من 21 لغاية 30، وطبعا تعرضنا لأطماع خارجية ومصر كانت ضعيفة جدا فيه، لغاية ما تقدر إنها تسترد قوتها في عهد الملك أبسماتك الأول وابنه نخاو اللي هيكونوا لي الأسرة 20. أبسماتك الأول بلاقي إن هو كان أمير لمدينة سايس وأسس الأسرة زي ما قلنا الأسرة 26. أهم أعماله استرد لمصر حريتها واستقلالها وقوتها الاقتصادية، فعمل على رقم واحد تكوين جيش قوي عشان يقدر يطرد الأشوريين من مصر. بيجي لي كتير لمن تنسب الأعمال الآتية طرد الأشوريين من مصر، أقول له أبسماتك. كمان ضم إقليم منف لحكمه، عمل اهتم بالتجارة الخارجية مع المدن الفينيقية. بيجي بعديه ابنه نخاو اللي كمل مسيرة باباه، وأهم أعماله أعاد حفر قناة سيزو ستريت. أعاد أما اللي حفر قناة سيزو ستريت زي ما قلنا المرة اللي فاتت هو سوناسرت الثالث، لكن ده أعاد حفر قناة سيزو ستريت. أرسل بعثة من الفينيقيين للدوران حول إفريقيا استغرقت 3 سنين. إزاي انتهى الحكم الفرعوني أو عصر الاضمحلال الثالث أو العصر المتأخر؟ بيقول لي طبعا اتعرضت البلاد سنة 525 لغزو الفرس اللي قضوا على الأسرة 26، وفضلوا موجودين في البلاد لغاية الأسرة 30، لغاية ما يجي عندي في مصر اليونانيين، وبعدين الإسكندر، وبعدين البطالمة، وبعدين الحكم الإسلامي. لازم أخد بالي إنه فتحت مصر على يد عمرو بن العاص عام 641. يا رب نكون فهمنا، وإن شاء الله نكمل في المدرسة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.